مشاهدينا الكرام، أهلا بكم والفكرة الثانية من هذه الحلقة من الشعب يريد، والتي خصصناها للحديث حول غذاء الفقراء. لا شك أن فئة عريضة من المصريين تعاني اقتصاديا ومنذ سنوات، نعاني من ارتفاع الأسعار بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية. هناك مجهودات تبذلها الدولة عبر وزارة التموين، لكن نحن أمام واقع في الأخير أن الكثير من أبناء هذا الشعب ربما في منتصف الشهر لا يجدون الكثير لينفقوا على طعام وشراب أبنائهم. فكيف يمكن أن يوفر هؤلاء البدائل الغذائية قليلة التكلفة لأبنائهم بما يكفل طعاما صحيا لائقا لهذه الأسر؟ حول غذاء الفقراء تدور هذه الفكرة مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي فيها، الأستاذ الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة بنها، والحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن كتابه الفطريات والمسرطنات في الأغذية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. خلينا نبتدي من الكتاب يا دكتور فهيم. فكرة المسرطنات في الأغذية، يعني الفطريات كلنا بنشوفها حتى في رغيف الخبز، لكن المسرطنات في الأغذية حضرتك تقصد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفطريات دي كائنات دقيقة بتنمو على الغذاء. الفطريات تنتج مادة مسرطنة تسمى السموم الفطرية، وأخطر السموم الفطرية هو الأفلاتوكسين. الأفلاتوكسين مادة مسرطنة ومطفرة، ليس مسرطنة فقط ولكنها بتأثر على الأجنة. فالأجنة القادمون المصابين يكون عندهم تشوهات، يولدوا عندهم تشوهات خلقية. تمام. في المسرطنات في مواد أخرى مسرطنة، مثلا المضادات الحيوية، وهذه يكثر إعطاءها للحيوانات منتجة للحم، وبالتالي يكون اللحوم بها متبقيات، وهذه المواد عندما تطهر اللحوم تكون لا تتكسر بالحرارة ويكون اللحوم بها متبقيات ولها تأثير تراكمي، فالجسم يتراكم به نسبة معينة وبعد ذلك تحدث السرطانات وتحدث بعد 10 إلى 20 عام. وفي هذه الحالة يكون الشخص ناسي ان هو اكل ايه او شرب ايه او كده. صحيح. في مواد مسرطنة اخرى مثل الهرمونات. الهرمونات هذه تعطى للحيوانات كمنشطات نمو. فاللحوم يكون بها متبقيات، وعندما تطهر اللحوم لا تتكسر الهرمونات، وبالتالي يكون بها نسبة. خطورة الهرمونات ان هي بتأثر على التوازن الهرموني في الجسم البشري، بمعنى الهرمونات دي اللي بتخلي الراجل راجل والست ست، وبالتالي كسر تعرض الناس للهرمونات عن طريق الاكل هتنتج راجل مخنس والست المسترجلة، والخصوبة هتقل، وده احنا بنشوفه في اوروبا والبلاد الغربية. وبالتالي والهرمونات دي في اوروبا والبلاد الغربية عندهم رقابة صارمة على سواء الزراعة او تربية المنتجات الحيوانية. يعني مثلا عندنا في امريكا بتسمح باستخدام الهرمونات كمنشطات نمو بيدوها الحيوانات، فبالتالي بيكون في نسبة متبقيات مسموح بها، ودي بتشكل خطورة على الصحة العامة. ده في الولايات المتحدة وفي الغرب، واحنا بنستورد احنا عندنا يا فندم اي نوع من انواع الرقابة على المسألة دي؟ حضرتك في رقابة موجودة في عندنا جهات رقابية كتير، زي الرقابة على الصادرات والواردات دي في وزارة الصناعة. لا انا اقصد يا فندم في مزارعنا سواء لتربية الماشية او للدواجن، هل عندنا رقابة على الكم الذي يحقن به هذه الحيوانات او يدخل في طعامهم وشرابهم؟ المفترض فيه، انما فعل ما فيش، بمعنى
أنا المفروض الحيوان قبل ما اذبحه أو الطيور اللي هي الفراخ يعني قبل ما اذبحها المفروض أخذ عينة وهي لسه حية وأشوف فيها متبقيات ولا لأ. لو فيها متبقيات أتركها فترة حتى تختفي المتبقيات. لو ما فيهاش متبقيات أسمح بالذبيح بتاعها. هو في أنواع من الهرمونات لا تترك متبقيات؟ لا، الهرمونات اللي هي منشطات نمو أو بيسموها الهرمونات الاصطناعية دي أخطرهم. دي بتترك متبقيات وبتكون في الغالب بتقاوم الحرارة أثناء الطهي وبتشكل خطورة على صحة المسهل. يعني تأثر على التوازن الهرموني وبتعمل كمان هي السرطانات. أنا أعتقد أن حجمها في حد ذاته بيبقى بيشير أنها واخدة هرمونات، لأن بيبقى الحجم غير طبيعي في بعض الأحيان. لا، إحنا عندنا المشكلة في المتبقيات الكيميائية الموجودة في اللحمة صعب أن أنا أعرفها بالعين مجردة. لا، أنا أقصد في الدواجن يا فندم. وفي الدواجن صعب أن أنا أعرفها، عشان أتأكد أن فيه أو مفيش محتاج فحص معملي. يعني بالفحص الظاهري عمري ما أعرفه. أنا أقصد يا فندم أن زمان لما كانت الدواجن تربى في البيوت كان ليها حجم متعرف عليه. تمام. لكن الدواجن اللي جاية من المزارع بيبقى حجمها أكبر بكتير الحقيقة عن الحجم المعتاد، فده بيدي انطباع للمواطن. لا، هو حضرتك ان تم حقن هذه الدواجن، حتى هذه العبارة دارجة جدا على. لا، هو حضرتك اللي بيأثر على حجم الفرخة ايه؟ اول حاجة البريد او السلالة بتاعتها، تاني حاجة نظام التغذية. فكل ده بيأثر على حجم الفرخ. احنا عندنا المفروض يكون فيه فحص متبقيات في لحوم الدواجن وفي الحيوانات الكبيرة زي الأبقار والجاموس. وده يبقى وهي حية مش بعد أنت. وهي حية ليه وهي حية؟ المفروض وهي حية بحيث لو في متبقيات أتركها فترة من الوقت لغاية ما المتبقيات تختفي وبعد كده إيه أذبح. إنما لو عملت بعد ما اندبحت لو أنا فحصت ولقيت فيه هرمونات أو فيه متبقيات هعدمها، يبقى أنا كده خسرت الإيه الكمية كلها. وعشان كده أنا بحبز تتفحص وهي لسه على كده الحق قبل الذبيح. طيب المفروض أن ده دور وزارة الصحة دكتور فاهم؟ لا، المفروض ده دور وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية. المفروض هي المنوط بها المجازر وإدارة المجازر. فيعني المفروض على الورق الكلام ده موجود. فالمفروض اللي موجود على الورق نفعله إيه؟ يبقى فعل يعني. جزء كبير من مشكلتنا ان النص القانوني دايما موجود لكن تطبيقه هو اللي غاب. فاحنا المفروض يعني اي شيء منصوص عليه في كتابة المفروض يفعل كما هو. صحيح. طيب عايز اروح لموضوعنا بقى دكتور فهيم المتعلق بغذاء الفقراء. تمام. اللي عندنا فئات عريضة من المصريين بيعاني مشاكل اقتصادية وبيعانوا من ارتفاع أسعار السلع اللي بالنسبة لهم مهمة زي اللحوم وزي الدواجن وزي سلع أخرى. كيف يمكن أن يحقق هذا المواطن لأبنائه ولأسرته غذاء قليل التكلفة مرتبه يكفي الانفاق عليه شهر بحاله من غير ما يعجز معاه يوم 15 زي ما حضرتك عارف، وفي نفس الوقت يبقى صحي ومفيد ولائق لأسرته؟ تمام. هو المفروض المواطن له حقوق على البلد والمفروض البلد لها حقوق على المواطن. نعم. فحق المواطن على البلد اللي هي مصر ان توفر له غذاء جيد، ان توفر له رعاية صحية جيدة، توفر له سكن جيد، توفر له تعليم جيد. المفروض الحق بقى اللي هو لمصر على المواطن ان يخدمها يعني اقصى خدمة حتى يجعلها في مصاف البلاد المتقدمة. فهي حقوق متبادلة. يعني نركز على موضوع الغذاء الصحي المتوازن. غذاء صحي متوازن اللي هو ايه؟ المفروض الوجبة الغذائية يتوفر فيها بروتينات، قطعة لحمة او سمك او جبنه او يعني بروتين حيواني. والمفروض فيه خبز، المفروض فيه فيتامينات للسلطه وكده. فالمفروض الوجبه يكون ممثل فيها كل الحاجات دي. لو الوجبه مش ممثل فيها كل الحاجات ديت بينتج عنها امراض سوء التغذيه.
بمعنى ايه؟ الشخص ده اهو هيظهر عنده امراض بعد كده، وخاصة لو كان طفل هتبص تلاقيه يصاب بامراض بعد كده، وبالتالي لو هو مثلا شغال في مصنع او كده هتلاقي الانتاجية بتاعته اقل، هتلاقي نسبة الاجازات المرضية بتاعته كتيرة، هتلاقي نسبة اشغالات المستشفيات كتيرة، هتلاقي نسبة الانفاق على الادوية كتيرة، هتلاقي الناتج القومي في الاخر اقل. صحيح. وبالتالي دايما في مثل يقول لك ايه، الوقاية خير من العلاج. انا لو ادفع جنيه واحد في الوقاية احسن ما ادفع مليون جنيه في العلاج. تاني حاجة الغذاء الصحي. يعني ايه غذاء صحي؟ يعني غذاء خالي من الملوثات، ملوثات اللي هي البيولوجية وتشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات. في ملوثات كيميائية زي ما قلنا الوقت اللي هي مثلا مضادات حيوية، هرمونات، مواد حافظة. في عندنا ملوثات فيزيائية زي مثلا هي ما تجيب رغيف عيش وتلاقي مثلا في حتة خشبة أو مسمار أو حتة إزازة أو مثلا رجل صرصار، فدي كلها بسموها ايه، او مثلا رملة او كده، فدي كلها بسموها ملوثات فيزيائية. فاحنا مثلا لو مسكنا مثلا الملوثات البيولوجية، الفيروسات، يعني مثلا اما اجي مثلا الشخص اللي هو بيبيع غذاء للراجل البسيط ده، هو والراجل البسيط ده ما معهوش فلوس عايز مثلا يجيب لحمة مفرومة، مش هيقدر يروح سوبر ماركت مشهور يجيب اللحمه مفرومه. وبالتالي مثلا لو اي واحد بيبيع لحمه مفرومه كده على نصه الشارع ولحمه مفرومه مجهوله المصدر هيشتري منها، وبالتالي ممكن اللحمه دي تكون مصابه بحاجات كتير جدا، ممكن تكون مصابه بالسل، ممكن تكون مصابه بالطفيليات، وبالتالي الامراض دي هتنتقل للايه، للمستهلك. فانا بقول للمستهلك اما تحب تشتري حاجه، تشتري الغذاء بتاعك، اشتريه من مصدر موثوق. ما هو المصدر الموثوق غالي يا دكتور فهيم. ما انا في عندي حاجه، انا اما اجيب مثلا كميه كبيره بس فيها امراض او ملوثه هتعمل لي مشكله، انما اجيب كميه بسيطه وغاليه وسليمه وبالتالي هتبقى صحيه. وده دور كمان الجهات الرقابيه من الناحيه الثانيه. انت يا جهات رقابية، يا وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك، انزلوا السوق وشوفوا الناس الغشاشة ديت. انزل، ما تسيبش المواطن ده البسيط ده الغلبان ده الفقير ده، ما تسيبوش فرصة للراجل الغشاش اللي بيبيع لحمة مغشوشة او بيبيع اي اغذية مغشوشه. ففيه واجب من ناحيتين، في المفروض المستهلك الغلبان ده اوعيه، اعرفه ما تعوز تشتري حاجه اشتريها من مصدر موثوق. دي حاجه. تاني حاجه حضرتك، مثلا المفروض الحاجه دي لو مصنعه عليها تاريخ انتاج تاريخ انتاج وتاريخ نهايه صلاحيه، المفروض اللي بيشتري يقرا الكلام ده. احنا مشكلتنا نسبه كبيره عندنا اميه. صحيح. فالام ده بيعتبر بيئة خصبة او يعني بيعتبر سوق جيد للتاجر الغشاش. فالمفروض اللي بيشتري يقرأ تاريخ الانتاج وتاريخ نهاية الصلاحية. المفروض حاجة كمان، لو المنتج بتاع ده هو المفروض مثلا لو مكتوب عليه يحفظ في درجة حرارة التجميد او يحفظ في درجة حرارة التبريد، المفروض وانا بشتريه لو هو مكتوب عليه يتجمد الاقيه وانا بشتري عليه مجمد، لو مكتوب عليه برد وانا بشتري عليه الراجل حطه في التلاجة، ما الاقيش مكتوب عليه ان هو مثلا يبرد والاقي الراجل حطه على الرف اللي هو التاجر، او مثلا يجمد واروح الاقيه فاكك. ما ينفعش. كل دي اخطاء الحياة دكتور فهيم. بس هو خليني اقر مع حضرتك ان حتى المتعلمين مننا بيبص على تاريخ انتهاء الصلاحية. تمام. والعلبة مغلقة، لكن بيبقى فيه أحيانا إشارة أخرى بتقول إن من لحظة فتح العبوة لا الـ 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 مدة الصلاحية بتقل. أحيانا حتى المتعلمين ما بيبصوش على دي المسألة. الـ الـ الإجراءات اللي حضرتك بتتكلم عنها تحتاج إلى قدر من التعليم والثقافة والوعي. تمام. مفتقد تماما. أنا كل اللي بسعى إليه النهاردة إن الراجل يقدر يأكل. تمام. ويأكل زوجته ويأكل أطفاله. تمام. غذاء بأقل تكلفة ويبقى صحي وسليم.
تمام. هو ما معهوش يشتري لحم تمام ولا فراخ تمام ولا سمك تمام. واحيانا بيبقى حتى البيضه اللي هي فيها شويه البروتين تمام. تبقى غاليه عليه تمام. يقدر يعمل ايه يا دكتور فايز؟ في عندنا اغذيه تانية مثلا عندنا طبق الفول بشويه الليمون اللي عليه ببصله بطماطمايه ده يعني حاجه هايله ده يعني غذاء ممتاز وده بيسموه غذاء الفقراء. في عندنا طبق العدس ويعني والناس الفقراء مشهورين بالكلام ده كله. فاحنا المفروض اما اختار غذاء اختار يكون فيه العناصر الغذائيه بتاعتي كلها موجوده اللي هي البروتين سواء كان بروتين نباتي او حيواني. عندنا مثلا البروتين مثلا موجود احنا قلنا في اللحمه والسمك والفراخ وفي عندنا في البقوليات زي الفول والعدس والحاجات دي كلها. خد بال حضرتك عندنا النشا اللي هو موجود في الخبز او في الرز. عندنا مثلا الفيتامينات موجوده في طبق السلطه. فالمفروض اما اكل او المفروض ست البيت الشاطره اما تيجي تعمل لاولادها اكل يكون فيه كل العناصر الغذائيه بحيث ان ابنها او بنتها او الطفل بتاعها اما يكبر ما يبقاش عنده امراض سوء تغذيه ويبقى عنده مقاومه كويسه. ده يوم ما يدخل سوق العمل يبقى له انتاجيه عاليه. وكل ده مردود للبلد. ما يوم الانتاجيه بتاعت المواطن ده ما تزيد الناتج القومي بتاع البلد كلها هيزيد. صحيح. وبالتالي مصر مكانتها هترتفع. وبالتالي مستوى المعيشه كله هيزيد. فهي الموضوع يعني ايه سلسله متشابكه. يعني مفيش حد يفكر ان مثلا دي بعيد عن دي. لا ده هي كل الموضوع كلها مرتبطه ببعضها. هي الدوله بتحاول تسعى انها توسع من دائره السلع اللي بتمنح عبر بطاقه التموين يا دكتور فهيم. بتشمل دلوقتي منتجات عديده. يعني عايز اعرف هل في امكانيه ان احنا الدوله تعود مره اخرى لدعم نوعيات معينه من الغذاء وربما صرفها عبر بطاقه التموين ويبقى جزء منها لحمه وفراخ وسمك؟ لان الحقيقه حين سحبت الدوله يدها اتعرضنا لكل انواع جشعه التجار سواء على مستوى السعر او على مستوى الجوده او على مستوى ظروف الحفظ وغيره. يعني طبعا. هل جزء من الحل يا فندم هو بطاقه التموين؟ هو ده سؤال يعني جدير بالاحترام. احيي حضرتك عليه. والمفروض الدوله تهتم بالناس الفقيره. الناس الفقيره دول في مصر بيمثلوا شريحه كبيره جدا. يعني مثلا المفروض بطاقه التموين في فئات كتير ما تستحقش بطاقه التموين. صحيح. وعندها لا انا المفروض بطاقه التموين اديها للشخص اللي استحقها. اديها للناس الفقراء. دي حاجه. يبقى الناس القادره ومعاها بطاقه تموين اسحب منها بطاقه التموين. الناس اللي مش قادره ما معهاش بطاقه تموين اديها. دي حاجه. تاني حاجه المفروض السلع الموجوده على بطاقه التموين ازودها. يعني مثلا السلع الموجوده دلوقتي ايه؟ ده رز، ده مكرونه، ده زيت وشاي، يعني حاجات كلها. واعتقد ان في الاقاليم كمان في نوعيه اخرى بيصرفوا عدس وبيصرفوا حاجات مش بتصرف احنا في القاهره. احنا المفروض نوسع الكم وكيف بتاع بطاقه التموين. بمعنى انا بقول دلوقتي الوجبه الغذائيه المتوازنه المفروض يكون فيها بروتين، موجود فيها نشا، وموجود فيها فيتامينات، موجود فيها املاح، موجود فيها دهون. يبقى كل مكونات الوجبه الغذائيه المتوازنه الصحيه ده اديها للمواطن الفقير اللي هو ما يقدرش يدبر ثمن الوجبه. ليه؟ انا المواطن الفقير ده اما اديله دلوقتي ويطلع الافراد بتاع الاسره دول الاطفال بتوعها يطلعوا جيدين وفي صحه جيده ما ده مكسب ليا كبلد. صحيح. يبقى انا دلوقتي بستثمر او انا دلوقتي بشتغل بنظام اللي ايه الوقايه خير من العلاج. يعني انا هنا ما بحط قرش في الاخر هيجي لي 10. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فالمفروض الناس اللي هم الغير اللي هم القادرين الغي بطاقه التموين بتاعتهم. الناس اللي هم مش قادرين ازود الكميه او ازود الاصناف الموجوده في بطاقه التموين. دي حاجه لتشمل ازود الكميه. ايوه. وازود الكيفيه كمان. يعني احط ازاي يا دكتور فايق؟ ازود الكيفيه. يعني مثلا اما اجيب رز لا اجيب لهم رز كويس، ما اروحش اجيب رز مليان سوس ومليان حشرات.
لا مش ده عشان مواطن فقير، ده مواطن ليه حقوق على البلد. يعني احنا لو شفنا نسبة الفقراء في مصر هتلاقي شريحة كبيرة جدا. فانت اما بتخاطب الشريحة ديت انت بتخاطب يعني. بس هو فعلا يا فندم الرز اللي بيصرف عبر بطاقة التموين قليل الجودة؟ اسمع تسمع اسمع اسمع ذلك حضرتك. الزيت برضه يكون جيد، ممكن اضيف اللي هي البروتين الحيوان، اضيف لحمه، اضيف فراخ، اضيف سمك، خد بال حضرتك، برضه اضيف كميه تكفي المستهلك على مدار الشهر، حاجه تاني. حاجه الاصناف تكون جيده. طيب حضرتك لو اديتني تقدير كده لاحتياجات اسره من 5 اشخاص معاها بطاقه تموين، ياخدوا ايه لحمه وياخدوا ايه فراخ وياخدوا ايه سمك لو كنت هتضيف هذه السلع على بطاقه التموين؟ يعني مثلا الشخص له في اللحمه 100 جرام في الوجبه في اليوم، يعني في اليوم 100 جرام، اضرب مثلا 100 جرام في 10 في 30 يوم. في 30 يوم هياكل كل طول الشهر اللحمه؟ مفيش راجل ومفيش سمك؟ يعني مثلا انوع له بقى. انوع له. يعني مثلا اضرب 100 جرام في 30 يوم، خد بال حضرتك، وهكذا احسب على الوضع ده. مثلا رز 200 جرام، يعني حصه المواطن تقريبا 3 كيلو في الشهر. مش كده؟ 3 كيلو في الشهر. لو مثلا اسره من 5 افراد يعني اضرب بقى على الايه؟ دي حساب الايه؟ الفرد الواحد. شوف بقى الاسره من كام فرد واقيم الوضع ده. يعني لو افترضت انها اسره 5 افراد اغلب الاقاليم بتاعتنا 5 افراد اعتقد 3 في 5 ب 15، يبقى احنا محتاجين 15 كيلو في الشهر تصرف لكل أسرة، لكل أسرة من اللحوم والدواجن والأسماك. تمام. ممكن بقى يبقى 5 و5 و5 أو كيف ما ترتدي أيا كان. تمام. ده الشكل اللي حضرتك شايفه يناسب الشكل اللي أنا شايفه. إحنا دلوقتي بنقول عايزين نبقى بلد متقدمة. أنا مش هقول إن إحنا عايزين نبقى بلد متقدمة وبلد في مصاف الدول متقدمة. لا، لابد عشان أوصل لهدف ده لابد أعمله. في حاجة اسمها في التخطيط الاستراتيجي، في حاجة اسمها خط الطريق. ايوه. ان انا عايز اوصل للهدف ده، هو ان مصر تكون بلد متقدمة. يبقى لابد اعمل خطوات ملموسة ومحسوبة. مثلا في اول سنة هعمل كذا، في تاني سنة هعمل كذا، في تالت سنة هعمل كذا، في رابع سنة هعمل كذا، بحيث ان في اخر الخطة اللي انا مخططها اوصل لهدف بتاعي، اوصله وانا مستريح. ما اوصلوش وانا ايه بنهج، لا اوصله وانا مستريح. وبعدين يعني كده ابقى عملت خدمه كبيره قوي لمصر. يعني الشاب ده او الطفل ده اما ياكل غذاء متوازن، ده هتبص تلاقيه هتسمع في كل حاجه. لو هو طالب هتلاقي نسبه التحصيل بتاعه عاليه جدا. لو هو باحث هتلاقي نسبه انجازه عاليه جدا. لو هو عامل في مصنع هتلاقي نسبه انتاجيته عاليه جدا. لو هو لاعب كوره هتلاقي يعني أداؤه أفضل. أداؤه أفضل. هو الحقيقة دكتور فهيم وحضرتك بتتكلم، أنا حسبتها لو إحنا محتاجين لكل أسرة 5 أشخاص 15 كيلو، وحسبت كيلو اللحمة المستورد حتى بحوالي 40 جنيه، لقيت إن كل أسرة محتاجة دعم من الدولة 600 جنيه في الشهر لحوم ودواجن. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. كويس إن أنت يعني قلت مستورد. احنا عندنا دلوقتي تقريبا بنستورد اصناف كتيره جدا، بنستورد كميات كتيره جدا. احنا بلد وادي النيل. احنا نهر النيل جايب مصر من تحت من حلايب وشلاتين لغايه اسكندريه. مفيش بلد في العالم بتتمتع بما تتمتع به مصر. عندنا نهر النيل، عندنا ارض خصبه، عندنا قوه عامله، عندنا سواحل، البحر الابيض والبحر الاحمر. ازاي عندنا الامكانيات دي كلها وبنستورد؟ هل الكلام ده يعقل؟ لا. ديت يعني احنا دلوقتي تقريبا ما اما بستورد بحول القوى العامله ديت لقوى عطله. يعني احنا المفروض دلوقتي كل الشعب قاعد مربع ومستني المستورد اما يجيب لنا الاكل والشرب بتاعنا. ده ما صحش في مصر. احنا المفروض نعمل خطه، المفروض الحكومه تعمل خطه ازاي نعمل اكتفاء ذاتي. وانا هقول لك خطه بسيطه ازاي نعمل اكتفاء ذاتي. اتفضل. لو احنا مثلا قلنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي بعد 10 سنين. مش هقول لك ان نصبح نعمل اكتفاء، لا، بعد 10 سنين. هجيب كل صنف
من الأصناف اللي احنا بنستوردها، الصومالي والبرازيلي لا كل صنف مثلا اللحوم الأسماك الدواجن القمح أي حاجة بنستوردها، السيارات أي شيء بنستورده، بقول مثلا بستورد في السنة من الصنف ده كم إيه كم قطعة تمام، وبضرب حساب برضو زيادة سكانية، بقول مثلا مثلا بزيد في السنة بقد كده، أقول إن أنا في أول سنة واحسب في نفس الوقت الناتج بتاع المحل قد ايه، اقول في اول سنه انا هزود الناتج المحلي بتاعي 10% وهقلل المستورد 10%، حاجه تانيه سنه اقول لا هزود المحل كمان 10% واقلل المستورد 10% وهكذا، السنه اللي بعدها هكذا لغايه ما الاقي نفسي في الاخر ما بقيتش استورد حاجه خالص وبقيت انت كل حاجه. انا هضرب لك مثل بسيط، اليابان اما ضربت القنبله الذريه عملت ايه؟ عملت حاجه حلوه جدا، جت على حدودها وقفلتها ما استوردتش حاجه خالص، اعتمدت على شعبها اعتمدت على نفسها، بالحمد لله احنا عندنا الشعب المصري عنده طاقات هايله بس محتاج اللي هو يديله الثقه، ادي الثقه للمواطن بتاعك وهو هيعمل لك كل حاجه، مش كل حاجه اقول ايه اجيب خبير اجنبي اجيب، لا والخبير اجنبي بيجوا مقدرته العلميه قال لي من ناس كتير هنا بس انا عشان بتكلم انجليزي يعني بتكلم لغات بقى فكله بيقف قدامه ايه كده. لا احنا عندنا تجربه الحقيقه رائده اللي حصل في مشروع قناه السويس طبعا طبعا بايد عمال مصريين وباداره مصريه خالصه، والمشروع الحقيقه تنفذ في ميعاده بالدقيقه او الثانيه، وده شهاده الحقيقه للاداره المصريه وللامكانيات المصريه. طبعا ده فعلا انجاز هايل ومفروض ناخد الانجاز ده ونمشي عليه بقى، احنا لسه يعني لسه الموضوع مفتتحينه مثلا يوم الخميس والنهارده السبت، المفروض ناخد الهام بقى من المشروع ده وناخذ كل بقى الحاجات اللي بنقول عليها ونستمر في باقي القطاعات وبنفس القوه وبنفس الحماس هنوصل اللي احنا عايزينه. انا نفسي في حاجه كمان، نفسي في حاجه اما بقول حامل قناه السويس وحامل حاجات عليها ويبقى في شاحنات وحاويات وكده، لا انا عايز المكان ده هو يبقى مكان تصدير المنتجات بتاعتي، انا عايز انا كمصر انتج واصدر من هنا، ما بقاش انا اللي بس لا صحيح. احنا بلد عندنا نهر النيل، عندنا قوة القوى البشريه اللي عندنا مش موجوده في اي بلد في العالم صحيح. يعني صحيح. احنا اما نستورد كل حاجه من بلاد في الخارج وكل القوى البشريه رخيصه جدا وعندنا كل المقاومات ديت، انا المفروض استخدم محور قناه السويس ده لتصدير المنتج بتاعنا، تصدير المنتج المصري، وعشان كده هتتبني يبقى مصر 22 منطقه بعد كل ده هيوفر لك كمان ايه عمله صعبه صحيح، بدل ما عند سعر الدولار بيغلى وسعر عملتك لا انا العمله بتاعتي هتبقى ايه اعلى. الدكتور فهيم شلتوت استاذ الرقابه الصحيه على اللحوم بكليه الطب البيطري جامعه بنها، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وما تفضلت به عبر هذا اللقاء حول غذاء الفقراء، وما زال الحديث مستمرا مشاهدينا الكرام حول هذه القضيه، ومن المؤكد اننا سنعرض لها مره ومره اخرى من اجل الوصول الى ما نريده، لكن ربما الذي توصلنا اليه عبر هذا اللقاء هو ضرورة تدخل الدولة ومزيد من تدخل الدولة لتوفير السلع الغذائية لطبقات عريضة من المصريين مطحونة. وفي حاجة عايز أضيفها غلاء الأسعار، في حاجة عايز أضيفها، يعني أنا بجد يعني المفروض كل الجهات الرقابية نفسي أشوفهم متواجدين في الشارع وفي السوق، يعني مش عايز مثلا المسؤول عن أي جهة رقابية تروح تلاقيه قاعد في المكتب وفي التكييف، لا انا نفسي اشوفه في السوق ونفسي اشوفه يمنع الحاجات الغلط، ما انا مش عايز اشوفه كشخص، لا عايز اشوف اثره عايز اشوف فعله صحيح. مش مسؤول واحد، اي حد في الجهات الرقابيه عايز انزل السوق الاقي اثره موجود صحيح. ربما المخرج والمفتاح لحل الكثير من الازمات هو المواجهه والرقابه ومواجهه الفساد. الحقيقة ان 90% من مشاكلنا حتى فيما يتعلق بالغذاء متعلقة بالفساد. بشكر حضرتك دكتور فهيم شلتوت وبشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. يوم الجمعة القادم نلتقي وحلقة جديدة، الى اللقاء.
كالسماء مفتوحة كالسماء.